قال صلى الله عليه وسلم برضو بيبين حقيقة الدنيا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه النبي كان بيطبطب على قلوب الناس، بيشرح حقيقة. قال: ما الدنيا في الآخرة، يعني حجم الدنيا في الآخرة، إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، حط إصبعه كيف البحر فلينظر بما يرجع. الآخرة هي المحيط الكبير، والدنيا هي النقطة اللي تطلع مع إصبعك كده. أدي متح الدنيا دي كلها عبارة عن النقطة اللي طلعت من البحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض. الغنى مش ان انا يكون عندي عربيات كتيرة وبيوت كتيرة، ده عند الناس عند البشر، ولكن الغنى غنى النفس، ان يكون راضي. راضي اصلا انا لو عندي عربيتين ثلاثة بس حاسس ان انا ربنا ما ادانيش، اذا اين المتعة؟ لكن لو كان عندي عربية واحدة او ما عنديش اصلا، لكني وانا ماشي كده كل ما بص على واحد احس ان انا احسن منه، احسن منه مش كبرا، احسن منه احس بفضل ربنا عليا، احسن منه في النعم. عمري ما ابص واقول ايه ده، هو اشمعنى ربنا اداله اكتر مني؟ لا، انا ربنا اكرمني اكتر، انا ربنا سترها معايا، انا ربنا يكفي ان هو خلاني افكر في نعمته. عكس المفروض تبص في الدنيا، المفروض انت ماشي في الدنيا يبقى الواحد على طول بيبص للي اعلى منه في الدين ويبقى راضي، ما يبصش للي اعلى منه في الدنيا. لذلك هذه الدنيا لازم نرتفع عنها ونعرف ان احنا اكرم عند الله من ان احنا نبقى في هذا التراب. سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. اللي بيتخانقوا على الدنيا دول، شوف الإمام الشافعي يقول: من أحب الدنيا لزمته العبودية لأهلها. تحب الدنيا؟ خلاص اعبد مديرك، يعني اسمع كلامه في الخير والشر، هو مطاع، رب مطاع بالنسبة لك عشان يديك الفلوس. ما انت بتحب الدنيا بزيادة، بتحب الدنيا اعبد الفران اللي بيعمل لك العيش لان ده اللي بياكلك مش ربنا عز وجل، واعبد اصحابك اللي بيضحكوك ويبسطوك. من احب الدنيا لزمته العبوديه لاهلها. ساترك وصلكم شرفا وعزا لخسه سائر الشركاء فيه. لو كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. ولا تشرب الاسود من بئر ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسود ما بتشربش من بير المية، أصل في كلاب كانت بتشرب. أنا أسد والأسد لا يقع على الماء. أنت عارف الأسد اتسمى ملك الغابة ليه؟ عشان لا يأكل الميتة، ما بيأكلش ورا حد، ما بيشربش ورا حد، ملك الغابة، لأنه هو مسيطر على شهوته حتى لو شاف الأكل قدامه، لكن دي مش الطريقة اللي بأكل بيها، فسمي ملك الغابة. وإحنا إحنا بشر، إحنا ولقد كرمنا بني آدم، مش ممكن يكون حيوان نفسه أشرف مننا. إعلى وانظر معنا إلى باب الجنة، قول يا رب نفسي أقف على باب الجنة. أنا هبدأ بقى إيه، أبعد شوية كده عن اللي متقلني وأقول يا رب رزقني حب الآخرة. وكل ما تتعارض الآخرة مع الدنيا أقول يا رب الدنيا لا، الآخرة هي اللي في قلبي والدنيا في إيدي، فيسهل ترك الدنيا. يلا نركب سفينة الآخرة، ومن بكرة بالحلقة الجاية على طول نبدأ نبحر مع الصالحين، هم روحهم بتفارق جسدهم، والرحلة الجميلة